رجعنا لكم فيديو جديد على ماينكرافت. اول حاجه كيف فهمت نعمل اورديناتور وبيت طايره كما تروا فيها ورايك. اوكي خليكم مع المقطع، ما تنساوش بالطبيعه تعملوا لايك وسبسكرايب كانكم دخلتوا يعني جدد تفرجتوا على الفيديو متاعي جدد، ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب. خليكم مع المقطع. اوكي الاولاد رجعنا لكم، مش نوريكم الحوايج اللي مش نستحقوهم في هذه البيت ولا كل شيء. اول حاجة نستحقو هذوما اللي في دير، عربة متاع تي ان تي، سكة كورت، هيك شو اسمه هو دروج بيد، برشا حوايج، فلاور بوطون، برشا حوايج. المهم تبعوني. اوكي على الاول تو قلت مش نعمل بيت صغيرة، هي باش معناه ما نكبرش الحكاية. كسر اوكي، حقني عملتها في بقعة سايبة. اوكي بعد ما عملنا هذا النص قلنا برشا وحيد ما يعرفوش كيف يعني يعملوا كي الاورديناتور ولا شنو. اما المهم معناته نجيبو بلوك هكا نعملو هكا، نجيبو السكة نعملو هذي بلوك كوارتز. كان ما تعرفش منين مش تجيبها في السرفايفر حكاية، جيبها من نذر، النذر هيك اللي تعملها بال شو اسمه بالوقت تعمل شو اسمه المهم لا علينا. تو نهبط فيديو كيف تعمل بوابة نذر وبرشا حوايج اخرين. كي ريت كيف تو دخلت هذي متاع تي ان تي تران ولا شنو متاع تي ان تي، دزو اوف تلقاها قوش عليها تابلات تواليت، نجم تعملها حتى تابلات يعني ولا اورديناتور كيف كيف. كي تو كان نجيب بلوكات الكود تسكر عمل تالي، جي دزها هكا دزها، ماذا بيك ما تخليش تخرج يعني باش ما تهربش عليك. دزها منا زيد شوية شوية تو دزها الكل هكا ارجع. وبالطبيعة نجيبو هوني الوحدة متاع فلاور، نجيبو السرير. اوكي انا حقني ما خرب لك هكا. كي المهم هذه فكرة باهية ياسر، جيب شيست هوني كي المهم المهم حبيت نوريكم هذه الطريقة كيف يعني تلك دارك ما لقيتش اصلا باش تعبي البيوت والكل، هذه فازة باهية ياسر. اوكي وماذا بيك سوف تخليها اوكي ترى كيف هذي خليها ريتها كيف هذي بالطول. خاطر البيت معوجة معناها هكا خير البيت. اوكي شنو ناقصنا، ناقصين بحر رشا حوايج نسيت ما مديتهم، مش كيما هذا. اوكي كم نعمل هكا، اذي زعما الكرون نعملها بلوك كو شو اسمه هو بتاع الكول، وقت لما تسحق عبي تردها بلوك تعمل كيما هكاكا. اوكي نوارة نحبو نوارة، فين النوار نوار. المهم ملقيتش باش تزين بيتك، نجم اي ابسط الحوايج زينا مش باش تكلف لك برشا في السرفايفر ولا كيف كيف الكرياتيف. المهم هكا هكا مش تكلف ياسر، مش تخرج لك طايرة زيادة. كيما تراو في الكون هكا طاير ياسر، ترى انا راه واش ناقصوني وهوني
وني ثم هيك ضويت كي تنجم زينه اي جلوستون ولا اي حاجه. انا حبيت اذا متاع البحر يبقى لي فينو فينو ايوه هذي تلقاه في البحر بحذا البوس. وقت تقتل البوس ولا تكسرهم هذا الحويج تو تلقاهم يعطينا تصويرة نزيد نزين البيت شوي. او معناك وفاد الفيديو ان شاء الله يكون عجبك واستفدت منه وعايشكم مع المتابعة. وما تنسيوش بالطبيعة تعملوا لايك وسبسكرايب وبارك الله فيكم. وكنت تحبوا نعمل لكم مابيت والكل خليكم وباي.